بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة من خشيتك. يقول الشاعر: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، فلئن لم يقسم لنا حج بيت الله الحرام هذه السنة فلعلنا نعيش بعقولنا وأرواحنا مع هؤلاء الذين كتب الله لهم الحج وهم الآن في رحاب المسجد الحرام يؤدون مناسك الحج. اللهم وفقهم وارجعهم إلينا سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. خير ما نبدأ به بالنسبة لحكم الحج قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات أو معلوماتنا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأذن يعني أعلم الناس، وهنا الخطاب لسيدنا إبراهيم بعد أن أنهى بناء الكعبة هو ابنه إسماعيل. وأذن في الناس أعلمهم بالحج، ووقف على جبل أبي قبيس بجانب الكعبة المشرفة قريب منها، ونادى في الناس: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمعه كل من كتب له الحج حتى الأجنة في أرحام أمهاتها إلى يوم القيامة. رجالا أي يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر أي الجمل أو الناقة قد ضمر بطنها من السير، صغر بطنها من السير، يأتين من كل فج عميق. سبحان الله، الآن يأتي الحجاج من كل أنحاء العالم، من القارات الخمس، ليشهدوا الحكمة الأساسية، ليشهدوا منافع. وهنا جاءت بصيغة التنكير، نكرة، النكرة تعم منافع دينية ومنافع دنيوية. الدينية سوف أتناولها، الدنيوية معروفة لكم وهي البزنس، يعني فيجوز البيع والشراء بقدر وبصورة محدودة ليكتسب بعض الحجاج نفقة حجهم، فالعمل البيع والشراء في الحج ليس محرما. منافع، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي يعني أيام المناسك، وخاصة أيام منى، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يحلو لكثيرين أن يقولوا أن الحج مؤتمر عظيم يجتمع فيه المسلمون فيتعارفون ويتآلفون وما إلى ذلك. صحيح، هو مؤتمر عظيم، لكنه مؤتمر خاص. فما رأينا في الدنيا مؤتمرا يربي من يحضرون ويهذب طباعهم وأفكارهم ويعلي من اهتماماتهم ويركب قلوبهم ويهذب نفوسهم ويدربهم على أخلاق الإسلام. المؤتمرات عادة تنمي العقول والخبرات، ولكن لا تنمي الأرواح والفؤاد والأخلاق. أي نعم، فنجد أنه الحج عبارة عن دورة تدريبية للحاج ليتمثل أخلاق الإسلام. فإذا كانت الصلاة عبادة جسدية روحية، أنا أؤدي حركات، قبل ذلك أتطهر وأتوضأ وأؤدي حركات قيام وركوع وسجود مع قراءة معينة وأدعية وتسبيحات معينة، ففيها جانب جسدي وجانب روحي. الصلاة والصيام أو قبل الصيام الزكاة عبادة مالية، ينفق من ماله. نعم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الصيام عبادة بدنية
يمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وروحية أيضا صلة مع الله سبحانه وتعالى. الحج عبادة مالية جسدية روحية. مالية بده ينفق المال، بده يدفع نفقة الحج، والآن نفقة الحج كبيرة خاصة السنة هذه. وبدنية بده يترك راحته، يترك سريره وفرشته وراحته ويذهب مع الملايين، أي نعم، وينام أحيانا على الأرض في منى، في عرفات، في مزدلفة إلى آخره. ففي تقشف، في حركة. ما تعرف الحج، قال أقوال محدودة في أماكن محدودة وفي زمن مخصوص، في زمن مخصوص. فلا بد أن يتحرك، ما بصير الحج يروح بفندق، بده يروح، يروح على مكة يطوف ويسعى، بده بعرفات، بده يروح على جبل عرفات. هو طبعا عبارة عن سهل وبسيط، وفي في وسطه جبل الرحمة، جبل صغير يعني تل صغير يسمى جبل الرحمة. ثم بده ينزل بعد عرفات إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ويجلس 6 أيام أو 4 أيام. نعم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهكذا. ثم إذا أراد أن يصل نفسه بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى المدينة المنورة ويقف في الحضرة، في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستشعر الصلة الروحية بينه. يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، أشهد أنك قد أديت الرسالة، بلغت الأمانة، ونصحت الأمة، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير. يصلي أياما في المسجد النبوي. فإذا هي دورة تدريبية كاملة، وخلال هذه الدورة نرى أنه ابتداء من الإحرام الذي يجب أن نلتزم بمحظورات الإحرام، نجد أن الإسلام، وهي أنا عامل عليها خطب جمعة، أول شيء بعلمه بربيه الدورة التدريبية على السلام. سبحان الله، الحج رجل مسالم، يأمن عليه الإنسان حتى من لسانه، فلا رفث كما سوف نرى، ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويأمن عليه الحيوان فلا صيد، وحتى أكثر النباتات لا يعضد شوكه، ما يزيل إلا لإطعام بعيره أو لعجن طعامه كما ورد في الأحاديث. فيأمن الإنسان والحيوان والنبات، هذه يتعلم السلام، السلام حتى بلسانه. فمن فرض فيهن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أي كلام سيء ما بصير، ولا فسوق، أي عمل سيء لا يجوز، ولا جدال في الحج. أي نعم، حتى وقت بده يشتري يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ما بده يجادل كثير، بدفع وبتوكل على الله. أي نعم. ف نجد إنه ضبط الجوارح، ضبط الجوارح، معذورات الإحرام، سبحان الله، في restrictions، فلا يجوز له أن يقص شعره، لا للرجل لا للمرأة. الطيب لا يستخدم، لا للرجل لا للمرأة. عقد النكاح لا يجوز، ما في دنيا، خلص أنت مع الله، لا في عقد نكاح. وإذا كان زوجته معه لا يقربها، مثل الصيام أثناء الإحرام، لا يجوز له أن يقربها. أي نعم. والروائح الطيبة لا يجوز، والصيد لا يجوز. لبس المخيط بالنسبة للرجل لا يجوز، ما يجوز للمرأة، لا يجوز لا للرجل لا للمرأة. تقليم الأظافر، عرفتم، لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، عبارة عن تقشف وتبتل لله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز له أن يستظل، يضع المظلة فوق رأسه تحميه من الشمس، وطبعا يستظل بظل البيت، بعكس الشيعة، الشيعة لا ينامون في منازل، حتى الأتوبيس بيجلسوا في أتوبيس
بدون سقف، انه ما لازم يكون فيه. هذا التشدد لا اصل له، لا اصل له. الممنوع ان يكون شيء ملاصق للراس، هذا المنهي عنه بالنسبه لي، ولا يغطي وجهه. والمراه ايضا احرامها في وجهها ويديها فلا تغطي وجهها لانه في مشقه عليها. اي نعم. فيكون إنسان متقشف متبتل مع الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم إلا خيرا ولا يفعل إلا خيرا. مش دورة تدريبية هذه؟ ترينينج، سبحان الله، نحن ما نفكر فيها. هكذا الشريعة، هي الشريعة لها حكم، عرفها من عرفها وجاهلها من جاهلها. قال اللسان انه لا يستخدم لسانه الا في الخير. ليه؟ قال احد العلماء ان اللسان يغرف من القلب، فلكي تخرج الكلمه الطيبه من اللسان لابد ان يكون القلب مليئا بالطيبات. هو الدينامو الانجن تبعنا هو القلب، فاذا القلب مع الله فينعكس على الجوارح وخاصه على اللسان. فلا يقول الا خير. الا الصائم شو قال عنه السلام؟ فإن سابه الصوم الصيام جنة. نفس الشيء الصيام، يعني إيش جنة؟ يعني مثل المجن للترس، يعني وقاية من الآثام والفواحش. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، نفس الشيء نفس الكلمة، فلا يرفث ولا يجهل. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وكذلك الحاج، إني حاج، يمسك عن إيش الكلام سيء. أنا مرة كنت في عرفات، فسبحان الله في ناس حبوا إنه يعني قاعد يمزحوا وكذا. فكانت أول حجة اللي كنت أول طلعت ومتحمس، قلت لهم نحن بالحج وبجبل عرفات وتقولوا هالكلام وما أحب أجلس معاكم. قال يا موفى الدنيا حر برا بتموت. قلت له والله ما حد أجلس معاكم. وخرجت، كان في محل مرتفع، وأخذت مصلي وقعدت هيك للمغرب وانا قاعد وانظر الى الناس. يا الله ما انسى ذاك المنظر، خاصه عند الغروب والناس كلها تدعو الله سبحانه وتعالى بلغات شتى، لغات الارض كلها تجد هنا. ومن ايات اختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. هي قضيه ثانيه، انه مره كمان هيك الحمد لله الله اكرمني، حجيت مع انا اكثر مره حجيت مع طلاب الجامعه. فمرة بتعرفوا وقت النفرة من عرفات إلى مزدلفة وقف السير، فكان في طلاب معنا من البوسنة، وكان في صلة بيني وبينهم الحمد لله، صلة روحية. قال يا شيخ نمشي، ما رأيك نمشي؟ الناس يمشون. قلت لهم على بركة الله، أخذنا أغراضنا ومشينا مع الناس. كانت أجمل رحلة حج، مشينا مع الفقراء، منهم بيحملوا الحطب، كانوا هكذا عندهم عادة. فحتى لما يوصلوا مزدلفة بيقضوا النار أو قدر وبيطبخوا، سبحان الله، أفارقة وكذا، حمي حطب والله لحد الآن بتذكر. ويمشون يعني كذا كيلومتر من عرفات إلى مزدلفة على ما أذكر، يعني في أقل شيء 5 كيلومتر. ولكن كلهم يضحكون ويعني في عبادة والله أكبر، صاروا حجاج لأنه وقفوا في عرفات، ومنهم من يبكي ولغات شتى. يا الله، فعندها عرفت حكمة الحج. يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ترى هناك عظمة الإسلام، أنه جمع كل أمم الأرض، كل الشعوب. يا الله، أي دين يستطيع أن يجمع، أي مؤتمر هذا يجمع الشعوب كلها على مختلف ألوان، مختلف ألوانها ولغاتها وعاداتها، وكلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بيضلوا بيلبوا هيك 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 إلى أن يرموا جمرة العقبة الأولى، فينقلب على ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فتلاقي وقت الناس رايحين على جمرة العقبة الكبرى يوم إيش؟ يوم العيد، وبينزلوا من مزدلفة يذهبون ملبين ثم يرجعون مكبرين. نظام دقيق وضعه لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لتأخذوا عني مناسككم. أولئك الجهلة، أولئك الحمقى الذين يقولون نأخذ من القرآن. إذا أردت أن تأخذ من القرآن فحسب، كيف تؤدي مناسك الحج؟ كيف تصلي الصلاة الصحيحة؟ كيف تصوم الصيام الصحيح؟ كيف تزكي؟ لذلك نحن نقول صلى الله على خير من صلى وصام وزكى وحج. من هو خير من صلى وزكى وصام وحج؟ هو رسول الله، صلوا على رسول الله، رسول الله حبيب الله، به نقتدي. لذلك لما حج، وهي حجة ما في غير الحجة، قال: لتأخذوا عني مناسككم، أي أنا رسول الله وهذا أنا أحج وأنا قدوتكم، فانظروا ماذا أفعل وماذا أقول، خذوا المناسك عني. وجاء سيدنا جابر وروى لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، والعلماء الفقهاء كلهم يأخذون أحكام الحج من هذا الحديث تفاصيل. القرآن في ذكر إيش للطواف، في ذكر للذبح بعد أخلاق الحاج، أي نعم، ما في التفاصيل التفاصيل وفانا بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، من الحكم يا أخواننا أنه هذا أمر ننساه، يجب أن نذكره، أنه من بنى البيت، من بنى الكعبة أول واحد أول مرة؟ أليس سيدنا إبراهيم؟ يقول لك الإبراهيمزم يخرب بيتكم، إبراهيمزم بدون إسلام، إبراهيمزم بتحريف ملة إبراهيم. كم مرة بالقرآن الكريم ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة ما إلى الشرك، بدنا نساوي الأديان شوربة يا أخواننا. قوموا ضد هذا، أعلنوا غضبكم وإنكاركم لهذا. يريدون تمييع الدين وإذابة الإسلام ومحو رسالة الإسلام. إيه؟ لأنه نحن إذا تنازلنا فلن يعبد الله وحده في الأرض. اسمعوني، أنا بكون حتى عرس، حضرت عرس طلبوا مني الدعاء، عملت خاطرة بعد منا، قلت لهم نحن الوحيدون الذين نحافظ على تراث الأنبياء جميعا، نحن المسلمين، ما في أمة في الأرض تحافظ على تراث سيدنا موسى ورسالته الحقيقية، أو سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى إلا نحن، لأنهم كلهم وما أرسلنا قبلك من رسول يا محمد إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا ما في توحيد ما صفي دين. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فما في تقولوا كومبرومايزنج، تقولوا والله تكون في تسامح، تولرنس، ايش تولرنس؟ بلا تولرنس ولا ضراب سخن، كل كذب وتدجيل. هذه حيلة شيطانية ابتدعها أتباع الشيطان، كما قال تعالى، وكذلك ذكر هذه الآية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الولد والبنات وقتل الأولاد الصغار، خافين أهل ما يقدروا طعموهم، والرازق هو مين؟ الله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليلبسوا، ليردوهم يعني يهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم. الإبراهيمزم هي تلبيس الدين على الناس، هم غيرنا قد ابتعد كما سجل عليهم القرآن الكريم، ابتعدوا عن أصل الرسالة الإبراهيمية ورسالة سيدنا موسى وعيسى. من بقي على أصل الرسالة؟ نحن. يريدون نحن أن ننحرف، مثل الخمرجية وقعد واحد صحيان، أخذ لك الكاس، ليه؟ ما بحبوا يكون صحيان، بدنا يدوخ معهم، ما هيك؟ ناس محششين، دخل لك السيجارة، بدنا كمان معهم، نحن الصحيانين، خذوكم السيجارة، روحوا يمين وشمال، all the ways lead to the highway، والله كذبوا، إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، طريق الله، طريق الجنة
لا يمر إلا عبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهي أحد الأشياء الرئيسية في التريننج تبع الحج، توحيد الله وذكر الله سبحانه وتعالى كما سوف أقول بعد قليل. إذا ربطنا بسيدنا إبراهيم وإسماعيل. ليش العلماء الله يجزيه خير، وقت الشيخ متولي الشعراوي كان في مكة وأرادوا أنه يبعدوا بس مقام إبراهيم شوي، فكتب رسالة طويلة صفحة ونص وقت للملك، كان فهد أو خالد ما عاد أذكر، وقال له لا 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 تحرك المكان من مكانه. الله عز وجل قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، نجي نحن نحرك مكانه، قال له بس اهدم المبنى اللي محطوط عليه وخليه مبنى زجاج صغير. فشرح الله ذاك، شرح قد ذلك الملك، وأبقى مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه في بناء الكعبة. فنحن هناك نستذكر سيدنا إبراهيم، نستذكر هاجر أم إسماعيل لما نسعى بين الصفا والمروة، لما سعت هكذا هي أول من سعى تبحث عن إيه؟ عن الماء لوليدها اللي كان العطشان. نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هنا وقف عند الصخرات عند جبل الرحمة، وهنا خطب، وهنا طاف، وهنا سعى، ثم تذهب وتزوره، تقف أمام القبر كما تقول، كما قلنا. فأبيات كان شيخنا والدي منه أن الله يرحمهم جميعا يترنمون بها في بعض أبيات، يعني أنا من أنا صغير سمعته سبحان الله علقت في ذهني جميلة. يقولون للحجي إنه شو سويت أنت؟ تعبت حالك وغبرة وعفرة، إن قيل زرتم بما رجعتم، شو استفدت يعني؟ إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير، واجتمع الفرع والأصول، هناك أصولنا أرض الحجاز أصولنا، محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا أصلنا مرجعنا روح ديننا، نعرف قدره إذا حججنا. أنا أول ما حجيت قلت سبحان الله، إلى الآن هم شديدين خاصة بأهل المكة. وإذا ذكرت ما يقول مشايخنا، ألان الله به قلوبا غلفا وفتح أعينا صما وآذانا صما، كيف ألان الله بهذا النبي الكريم هذه القلوب فتتذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صبر، كيف نشر الإسلام. تذهب إلى بدر، أنا ذهبت إلى هناك وترى أرض المعركة، أول معركة في الإسلام. تذهب إلى غار حراء في جبل النور جنب مكة وترى ذلك، تلك القمة المرتفعة الشامخة، الصخور التي كان يأوي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفكر في ربه، في عظمة ربه وخالقه سبحانه وتعالى. وهو لما يأتي الوحي ونزل عليه الوحي هناك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، جبل النور. يا أرض النور من الحرمين، نحن الآن يتحرك قلبنا على ما يجري في أرض الحرمين، لأننا نحب لهذه الأرض أن تكون خيرا من بلادنا، إنها أرض الإسلام، بلاد الحرمين الشريفين. يقول انتم مالكم دخل، انتم لكم دخل بالحرم، طوفوا كذا وارجعوا لبلادكم، كيف ما لنا دخل؟ هذه ارض الاسلام. يا ارض النور من الحرمين، ويا ميلاد شريعتنا، علم الاسلام على الايام، شعار المجد لدولتنا، ومحمد كان امير الركب يقود النصر لدولتنا، ان اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا، الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الأرض لنا سكنا. شعر من هذا؟ هذا الشعر الذي ينبض الإيمان والحيوية
شعر من هذا؟ إنه شعر شاعر هندي محمد إقبال. فلا تقولوا ما لكم دخل، إن دخل أي شيء يسوء أرض الحرمين، أرض الحجاز يسوءنا. كم ذرف الأحباب دموعا اشتياقا لمكة والمدينة. يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو مكة تبغي ونحو مكة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم. بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، فإذا وصلتم سالبي فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. هكذا المسلمون يترنمون طوال حياتهم بأرض مكة والمدينة ورؤية القبة الخضراء، ويقول ما لكم دخل، إن دخل كل مسلم قلبه متعلق هناك، متعلق بمكة والمدينة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بهذا الحرمين. قولوا آمين. من مظاهر التربية والتدريب في الحج تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، ذكر الله، اذكر انظر عند النية، والنية عند الجمهور أحد أركان الإسلام. أنا وعدناكم بالأحكام، الأحكام عند الجمهور: الإحرام، الوقوف في عرفة، طواف الإفاضة، السعي، وعند الشافعية التحلل من الإحرام. عند النية ماذا يقول الإنسان؟ يبدأ يتوجه إلى الله: اللهم إني نويت الحج، إذا كان مفرد، إذا كان قارئ: اللهم إني نويت الحج والعمرة، إذا كان متمتع: اللهم إني نويت العمرة، بعدين: وحرمت بها لله تعالى، فإن حبسني حبس فمحلي حيث حبسني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ولا شريك لك. والأفضل أن يكون هذا بعد الاغتسال وبعد صلاة ركعتين سنة. أي نعم. ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وينتظر إلى يوم التاسع ليذهب إلى عرفات، في يوم عرفة الآن بيكون يوم الجمعة. أي نعم. ماذا نفعل في عرفات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء. قالوا: هذا دعاء كيف؟ قال: لأنه في تعظيم لله سبحانه وتعالى، في تعظيم لله. فإذا أنت عظمت الله سبحانه وتعالى تكون مدخل، أنت كنت قريب منه. بعدين حتى لو طلبت من الله في قلبك لا استجاب لك الله سبحانه وتعالى، اعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. هنا ماذا نقول؟ هل نطوف مقدس الكعبة؟ أبدا، يعني لو الحاج ما لمس الكعبة أبدا ولا لمس الحجر الأسود، حجه صحيح أم لا؟ حجه صحيح. نبدأ طواف، نقول ننوي الطواف سبع أشواط، طواف الحج أو طواف العمرة إذا كان متمتع: اللهم إيمانا بك، هذا الدعاء المسنون عند بناء الطواف، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم زد بيتك هذا تعظيما ورفعة، وزد من حجه واعتبره تعظيما ورفعة. لما نصل إلى إيش؟ الحجر اليماني، نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. كل العلماء قالوا: يستحب الذكر والدعاء أثناء الطواف، ويكره كلام الدنيا. نفس الشيء بالنسبة للسعي، نفس الشيء بالنسبة للسعي. إذا نحن لا نعظم الأحجار كما يقولون، وإنما هذه عبارة عن رمز لتوحيد الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس، أي وضع للناس لعبادة الله، الذي بكت مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات
ومن دخله كان آمنا. هذا خبر بمعنى الأمر، خبر. ومن دخله، من اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، الخبر جملة. ومن دخله كان آمنا. طيب هذا خبر، قال خبر بمعنى الأمر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أمنوا من دخله. الحاكم هناك المسؤول بده ينشر الأمان ويأمن الأمن للحجاج، هذا الشرط الأساسي، وهذا شرط الحج أصلا، أمن الطريق، من شروط الحج أمن الطريق وسلامة البدن والزاد والراحلة، هذه شروط الحج. ومن دخله كان آمنا. طيب بالسعي نفس الشيء، نبدأ كما قال مثلا أبدأ بما بدأ الله به، وتلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالوا نفس الشيء، وينزل إلى من الصفا إلى مروة، كان اسم هذا الجبل مروة قيقعان، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح الله سبحانه وتعالى ويدعو. نعم، انظروا الآيات، لأن تقريبا ما حطول عليكم أنا مشان نحكي شوية عن الأركان الحج. يعني لازمنا ندندن حول ذكر الله سبحانه وتعالى. منى قال اذكر الله في أيام معلومات، يذكر الله في أيام معلومات، في أي أخرى أيام معدودات، هي أيام منى، أيام منى. طيب بعرفات، في عرفات كله دعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. نستطيع طبعا أن ننام ونأكل ونشرب، لكن مو القضية فقط يعني مزح وكذا وكلام فاضي، لا، بدنا نستفيد من موقف عرفات. والراجح عند أهل العلم أن الحاج إذا وقف بالنهار يضم جزءا من الليل، هذا واجب واجبات الحج، يجب أن يضل إلى بعد الغروب ثم ينفر مع إلى مزدلفة. والسنة أن يؤخر، لذلك يؤخر المغرب العشاء إلى إيش، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مزدلفة، جمع سموه جمع تأخير. أما الظهر والعصر فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم. وهذه المرة يعني الموقف عند السادة الحنفية في الجمع، جمع التقديم والتأخير. طيب في مزدلفة ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة، أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده فيقول يباهي بهم ملائكته ويقول انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولذلك قالوا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ممكن واحد قبل صيامه، قبل وقفته في عرفة، فببركته يغفر الله لجميع أهل الموقف، يغفر الله للجميع. لما نروح لمزدلفة قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله. شايفين طبعا مفروض نحن ننام، هذا واجب المزدلفة، ننام في مزدلفة، نصلي المغرب العشاء جمع تأخير، ونظل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر، صلى الفجر ثم ذهب إلى منى. إلى منى مثل ما ذكرت أول شيء يكون في التلبية، بعدين في التكبير، وذكرنا لكم حول الكعبة ماذا يقول، وفي المسعى ماذا يقول. الآن انتهى الحج، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكر. سبحان الله، بس انتهى الواحد مناسك يغرب الذكر إيش عائلته الذين تركهم وراءهم. فالله عز وجل قال لهم لسه كنتم بالحج، لا تنفتنوا، خليكم مع الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا موقف عرفات يذكرنا بيوم القيامة. تقول عائشة أنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الناس، في عدة ألفاظ الحديث في البخاري، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غير الرجال غير مطهرين،
سيركمسجن هاي بتروح، يرجع كما وردتنا أمهاتنا. أي نعم. ففي رواية النسائي، صحيح النسائي عن عائشة تقول يبعث الناس، قارن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة فكيف بالعورات؟ في رواية البخاري ينظر بعضنا إلى بعض الرجال والنساء. هناك قال الأمر أكبر من ذلك يومئذ يا عائشة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، مين حينظر هذا الرجل ولا امرأة؟ كل نفس بما كسبت رهينة، وقفوهم إنهم مسؤولون. يا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى سمعت أنا والدي مرة رحمه الله يقول حتى يعني كل نبي يقول يا ربي نفسي نفسي من شدة الكرب، تصوروا. سمعت والدي مرة يقول إنه حتى سيدنا عيسى يقول ربي لا أسألك مريم، ما له غير أمه، بدي نفسي نفسي. إلا رجل واحد يقول اللهم نفسي وأمتي، نفسي وأمتي، من هو؟ أيها الأحباب، إنه رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللي الآن عم يعتدوا عليه بالهند. ويأتي أحد زعماء العرب ويحضن أول أمس رئيس وزراء الهند، عليه من الله عليهما من الله ما يستحقان. ما عاد في نخوة، ما عاد في نخوة. لو في واحد بالألف من محبة والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يضع يده بيده، والله العظيم، ولا ورفضوا أن يعتذروا. ترى لو شتموا حاكم هذا البلد هل يعانقه؟ هل ينظر إليه؟ لو تعرضوا إليه بكلمة، بشطر كلمة، هل ينظر إليه؟ طيب تعرضوا إلى رسولك، إلى رسولك وتعانقه، تبت يداك، خسئت وخسرت في الدنيا والآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا هكذا يبعث الناس. فيا موقف عرفات ذكرنا بيوم القيامة شعثا غبرا. فعلا تلاقي الناس في لباس أحرام، وخاصة لما ما كان في فايف ستارز حج ولكجيريا الحج، ما في كله. أنا الحجة الأولى حجيت مع والدي الله يرحمه عام 1970، حتى هذه منى كان يعني يموت فيها الناس عند الجمرات، كان عبارة عن ما في شيء نهائيا، لا مباني ولا شيء، وكل الناس يجتمعون في بس شاخص بالنص، ويعني معركة. لوالدي يقيم الساعة وشمر، قلت له شو راحين معركة؟ قال لي أسد المعركة هلا بتشوف، نقرب شوي تجي موجة وترجعنا لورا. والناس يداسوا عليهم ويموتون وكذا. وفعلا يعني يوم عرفة بتكون وخاصة المفرد ما بيتحلل، بضل في منهم بيقعدوا أسبوعين. يا إخواننا فقراء ما عندهم هدي، لأنه المتمتع أو قارب بيدفع، فما بيدفع شو بيساوي؟ بيكون مفرد بالحج، فبيقعد 10 أيام أسبوعين لا مثل الإحرام ولا. وفي منهم فكري إنه ما بيتحمم، لا بجوز يتحمم بس ما يحك كثير، ما ينزل شعر، وما يستخدم صابون في ريحة، مفروض يستخدم صابون بدون ريحة. أي نعم. فبتلاقيه فعلا مغبر وراسه يعني منفوش، شعره منفوش، وقاعدين عمده يعني ترى مناظر، يا الله يا الله، خاصة من العجم، ويبكون ويبكون ويبكون. فهذا الموقف يذكرك بيوم القيامة، كل رسول يقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. إنه يقول نفسه في الحديث الصحيح يعني عن يوم القيامة، إن ربي قد غضب غضبا شديدا. ليه؟ لأنه أعطى العقل للإنسان ووضع له فطرة تهديه إلى خالقه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى فلله الحجة البالغة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الكذابين إنه نسوا، دخلنا نحن هيك مقدر علينا. مثل يقول لك الله مقدر عليه قال ما يصلي،
حتى الله يهديك. وليش عم تاكل تشرب؟ استنى حتى الله يهديك وطعمك يصير، وتقوم تاكل وتشرب وتشتغل وتتزوج. الا بدي ما بتاخذ بالاسباب، بتقول حتى الله يهديني، ما بصير الكلام. رح تاخذ بالاسباب، تقوم توضا صلي، قول يا رب الله بيفتح عليك. اي نعم. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، قل فلله الحجه البالغه، فلو شاء لهداكم اجمعين، اي لاجبركم على الهدى. وفي الايه الاخرى ولو شاء ربك لجمعهم، في الانعام لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله عز وجل قادر يجبرنا على الايمان والاستقامه، صح ولا لا؟ كما فطر السماوات والارض وجميع المخلوقات على الايمان، ولكنه اراد لنا أن نستجيب له استجابة الحر المأجور لا العبد المقهور. في فرق. لما أنا أعبد الله عز وجل باختياري وبملء حريتي طوعا ورغبة، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاضعين أو خاشعين. هكذا الحرية تكريم للإنسان. العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإشارة. الله كرمنا، أعطانا الفطرة السليمة والعقل السليم، وأرسل لنا الرسل وأنزل الكتب، فلا حجة لنا، لا حجة لنا. لذلك يغضب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من أولئك الذين جحدوه أو أشركوا معه، فإله مع الله. قال عن الذين علموا لك أن دول مو مشركين، اللي بيقولوا عيسى ابن الله، كيف مو مشركين؟ انظروا إلى هذه الآيات. قال عنهم أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قبل من يشوق قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما هذول كفار ومشركين؟ أنت لا تقرأ القرآن، تقرأ القرآن تمعن. فالحمد لله على دين الإسلام، دين التوحيد، دين النقاء، دين الطهارة، دين إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يا أحبابنا، هذا أوان بالثبات، هذا أوان نصرة الحق. ما معنى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقصرت النساء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ما معنى الولاية؟ قال العلماء المحبة والنصرة. أنا أحب أخي المسلم، دعوكم من الحساسيات والكلام الفاضي والاختلافات الشخصية، لكن لأنه ما عم نشتغل بالدعوة. لو عم نشتغل بالدعوة لنسينا هذه السفاسف، إن الله يعني يحب عظائم الأمور، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره سفسافها. حكى هيك ما سلم عليه، كشر وشي. ونفس الشيء الأخوات، والأخوات أكثر حساسية. وبعدين يا جماعة نحن أمة التوحيد، ينصر بعضنا بعضا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أنت أخوك هذا المسلم لك يجب عليك محبته ونصرته. وأين الدعوة إلى الله؟ لو نشغل بالدعوة ننسى الخلافات الفارغة بيننا ومن أحسن بيننا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني لا أحد أحسن إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أحبابنا، الناس بحاجة إلى النور الذي أنتم عليه، الناس بحاجة إلى التوحيد، الناس بحاجة لهذا الدين العظيم. فتوحدوا وعودوا إلى الله، ولنصفي قلوبنا، ولنفقه قرآننا، ولنحب نبينا، ولنحببه إلى الأولاد، ونعلمهم فضل الرسول. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال وعلمك على ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال فإنك بأعيننا، أي برعايتنا،
النبي صلى الله عليه وسلم كان برعاية الله سبحانه وتعالى، ويكفي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اشرحوا هذه الآيات للأولاد، دعوهم يتعلقوا بالمثل الأعلى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا دهانا؟ لا، الأولاد بيعرفوا تاريخ حياة المغنين واللاعبين كرة قدم والممثلين، ولا يعرفوا إلا النزرة اليسيرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حسبنا الله ونعم الوكيل، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. طيب، وعدتكم أن نحكي أيضا عن بعض يعني أحكام الحج، أهم شيء الأركان كما ذكرت لكم. السادة الأحناف قالوا يعني عندنا بس فقط ركنين للحج، هي الوقوف بعرفة، لأن الإنسان قال الحج عرفة، وعندهم أكثر أطواف يعني أشواط طواف الإفاضة، يعني لو طاف 4 مرات صار حاجا. الجمهور قالوا لا، في عندنا 4 أركان. الركن الأول الإحرام، تلبس يعني قولا وفعلا بلباس الإحرام وكذا، الوقوف في عرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. الشافعية كما قلت لكم عندهم أيضا لما نخرج من الحج التحلل، التحلل يعتبره ركنا من أركان الحج. نعم، من ترك ركنا من أركان الحج فلا بد أن يقضي الحج، يعني ما فاته الوقوف بعرفة أو ما طاف طواف الإفاضة نهائيا، وعليه أن يحج، بده يقضيه كمن فاته فرض من الصلاة. أما البقية واجبات الحج، إذا خلى بواحدة منها فيجزئ عنه دم، يعني يذبح هديا بالغة الكعبة. أي نعم. فإن شاء الله يعني نكتفي بالتسجيل بهذا القدر، وإن شاء الله نفتح المجال للأسئلة. ف يعني الأخوة اليوتيوب، هذه ما ذكرناه الآن لعله يكفيهم ليستفيدوا منه، والذين يحضرون الآن يعني لهم نصيب في الأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا شيخ موفق. يعني حسيت حالي أنه أنا عملت حج الحياة، يعني حسيت حالي طفت وسعيت والروحانيات الله يزيد الخير يا رب. نوقف التسجيل، خلي نوقف التسجيل، بظن نوقف محمد إن شاء الله مشان ناخذ راحتنا، يعني نشوفها بالشات هون. أما يقولوا سبحان الله والصلاة والسلام، تجعل الوحدانية لله والسلام. نعم، الله يجزيك. الصلاة تجمع أركان الإسلام الخمسة، مظبوط، كله صحيح، الله يجزيك الخير. شكله محمد ما زال ماشي بالتسجيل، فبس ممكن إحنا نشيلها هي من التسجيل بعد ما إن شاء الله. نعم، لأن يعني كنت عارف على اليوتيوب كل ما كان أقصر يعني الناس تسمع أكثر. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. بس عندي سؤال على السريع، الله يجزيك الخير مثل ما تفضل الدكتور، يعني فعلا رجعتنا لأجواء رائعة جدا، والله يطعم لك كل المسلمين. سؤال، حكم ترك طواف الوداع، هل هو في عليه دم ولا ما فيش؟ عليه دم واجب في الغالب، ولكن ليس ركن الحج صحيح، حتى لو رجع يوكل حدا يتبع حد هناك، فالحج صحيح إن شاء الله. هذا عندي سؤال يا جماعة. تفضل. السلام عليكم شيخنا. سؤال يعني هو متعلق بالحج، ليس بالحج مباشرة. شو رأيك بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه إذا دخل شهر الحجة من نوى للأضحية بتقليم الأظافر، هل هو هذا محرم؟ هل هو كراهية؟ هل قال عليه السلام: من كان له ذبح يعني نوى انه يضحي، واهل عليه هلال ذي الحجه، اول ذي الحجه مثل ما هلا نحن اليوم اول ذي الحجه، فلا ياخذن من شعره ولا اظفاره شيئا حتى يضحي. قالوا تشبها بالحاج. اكثر شيء اخذوا بهذا الحديث الحنابله. الشافعيه والمالكيه قالوا سنه، عند ابو حنيفه قال يعني هو بالخيار. ففي الأمر سعة، يعني الأفضل خروجه من الخلاف كما نقول، أنه بلا ما يحلق الآن ولا يقص أظافره خلال 9 أيام حتى يأتي يوم ليلة.
هذا الذي أنصح به. نعم، يعني باب الأفضلية وليس باب الفرضية. نعم. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. سؤالين. الحج أشهر معلومات. طيب، هو الحج من زمان كان طويل شوي بسبب السفر، هلا يعني الحج أيام معدودة، ففي يعني سبب معين إن شاء الله قال الحج أشهر معلومات. الشغلة الثانية إنه ذكرت إنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، رفث قلت القول السيء، فهل يا ترى يأتي كما بمعنى الجماع، إنه في بآية بالقرآن يعني أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، وجزاكم الله خيرا. هو الحقيقة يعني المعنى الدقيق للرفث كما ذكر أهل العلم أنه الكلام المتعلق بمقدمات الجماع الذي يكون بين الزوجين، ثم أطلق على الكلام السيء. فيعني بما أنه هو مقدمة للجماع فمثل ما تفضلت يعني يعتبر جزءا منه، يعتبر جزءا منه، فلكنه يعني يشمل الكلام السيء وإتيان الزوجة، يشمل كليهما. بالنسبة للحج أشهر معلومات، لماذا أشهر؟ قالوا أخي الكريم كانوا يذهبون على إيش؟ على الجمال، فكانوا يذهبون مبكرين، ما في طيارات ذاك الأيام، صحيح؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فكانوا يأتون مبكرين ويبيعون ويشترون وكذا أيضا. فيعني يبدأ من ذو القعدة والعشر أوائل من ذو الحجة. نعم، فهذا هو المعنى والله أعلم. نعم. هذا عنده سؤال من ال. أيوة شيخ، السلام عليكم. سلام الله. الشيخ بفر الله، جميع بيعرف يعني موضوع السعودية صار يعني مؤسف مزري لدرجة إنه أنا يعني شخصيا أنا ما عندي أي ثقة بالسعوديين، خصوصا الناحية الإسلامية. فبالنسبة يعني ما شاء الله الأضاحي الهدي في عندك مئات الألفات، فشو نحن نثق بالحكومة السعودية عم توزع للناس المستحقين؟ يعني نحن ايش ضمننا انه ما عمل انه هذول لا امانة ابدا، يعني صاروا شبيهين بالامارات والشلة يعني. فشلون راح نعرف انه الهدي والاضاحي تروح للناس المحتاجين بشكل صحيح او بطريقة اسلامية، توزع بطريقة اسلامية؟ نعم، جواب فقهي محدد. هل انت مثلا قاعد مركز اسلامي FIC، زولك قال لك أخي أنت دفع صدقة الفطر نحن نوزع، أليس هذا ما نفعله؟ هذول ناس ثقة، يعني ناس ثقة في السعودية، لا ثقة ولا شيء. لا الآن ما نعمم يعني هذه الهيئات لا زال فيها خير، يعني مسؤولية لأنهم وأمام الأمة الإسلامية لا يستطيعون أنه يعبثوا بهذا. ففي يعني جهات معينة مأمونة مضمونة فتقوم بهذا الأمر. لا إن شاء الله ما في شيء، لم يعرف هذا من شعائر الحج يعني هذول الهدي. صحيح. طب هو المعروف مثلا بشكل طبعا من قبل، يعني شلون كان توزع من قبل مثلا 10 سنين 20 سنة؟ شلون كان؟ الله أنا ما بس أنا أسأل عندك معلومات يعني. أنا شفت بعيني، كنا نطلع من خيمة أيام منها نلاقي الخرفان حولنا كلياتنا مذبوحة ومسلوتة، ثاني يوم تبدأ تطلع الروائح، ثالث يوم ما تستطيع تجلس من الروائح لأنه حر شديد وبتنتفخ وتنفزر يعني كالجيف. ما تهيك ما لا توزع بطريقة إسلامية أبدا. الشيخ علي طنطاوي ظل كذا مرة يقول يا جماعة سووا مسلخ وبرادات وبعثوا الذبائح للفقراء المسلمين، بالأخير يعني استجابوا له وعملوا مجزرة وعملوا برادات صار يوزعوا، ولا زال هذا الأمر موجود أخي. يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب التقوى، هذا الأمر موجود أخي، لا يستطيعون تغييره. في هيئة تأخذ هذه اللحوم وتجمدها وتحطها في صناديق وترسلها، لا زال من الآن الحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال ولا نقدم الدعاء؟ أنا عندي آخر سؤال بس أو تعقيب. الله يجزيكم خير، ذكرتوا انه اللي ناوي الذبيحه او ناوي الاضحيه
تشبها واقتداء بالحجاج، بس عمليا يعني في جزء من الأشياء المحرمة على الحاج بيفعلها الإنسان الذي يريد أن يضحي وهو في الزواج وإتيان الزوجة. نعم يعني بعض يعني تشبه بالحاج في بعض الأمور ليس في كل الأمور، صحيح. التي نعم. جاء ذكرها في الحديث. نعم. فلا أخذنا من شعري ولا أطفالي شيئا فقط. يعني المشكلة سيدنا، أنا ليش عم بقول هالسؤال؟ لأنه يعني بتجي مواسم بيحكوا الناس بأحاديث وبيحملوا الناس كلها. هلا أنت الله زي خير فصلت أنه في مذاهب في أقوال، هذا أمر طيب أنه يعرفوا الناس في ساعة على هي الثانية وفي ساعة. المشكلة الآن بالخطاب الإسلامي والدعاية عم يأخذوا قول من الأقوال ويفرضوا على المجتمع كلهم بطريقة التواصل الاجتماعي والواتساب وكذا، وكأنه الإنسان مرتكب جريمة إذا ما يبطل يذبح الذبيحة أو يقدم على الأضحية بسبب نهيهم الشديد لهذا الأمر. لا يجوز التضييق على المسلمين. الآن هذه الطريقة الحمد لله أذكر الأقوال، لأنه في الاختلاف اختلاف الأمة رحمة للأمة، هذا مش حديث، حكمة يعني قالها بعضهم، في رحمة. لا نترك الموضوع. أنا قلت يعني الأفضل خروجها من الخلاف، وإلا لو بده يحلق أو يقلم أظافره فلا بأس عليه، وضحيته إن شاء الله مقبولة بإذن الله. الله يجزيك خير. يعني دائما الأحسن نشجع الناس على طريقكم بالاعتدال، يعني بذكر الأقوال وليس حصر الناس بزاوية معينة وخلص، يا بتساوي هي يا أنتم بتطلعوا من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي الحبيب، إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، يعني أوغل فيه برفق يعني الممارسة البراكتسينج شوي شوي، ولن يشاد الدين أحد. بدي يساوي بدي يصوم على طول، بدي يقوم الليل على طول، اتفضل. والأخير متلول عنا بحلس ما بيستطيع، طبعا بيستطيع. وأم في كتير أشفناه هون بشد بيجي أيام بيقول لي هي وهي وهي، لك أخي تكت إذا المهرك بعدين ما نشوف غير مل تعب حمل حاله بعد دي سأبني. لا يا أخي شوي 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 شوي، هاي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا على معنى لا, لا لا تشد على نفسك ولا على الآخرين، نعمل الفرائض والسنن نشجع الناس عليها ونتركهم. يعني أنا قبل ما هون مسجد أنا صلي إمام لهون حصل لي 17 سنة، ما لحقت الناس إنه ليش ما صليت السنة، ما لي علاقة. أنا بصلي الناس وأتركهم، يا يعني بيعمل ذكر صلي السنة ما بصلي السنة، ما أتركهم، ما أتكلم إلا إذا كان في مخالفة، أرفع أصوات كثيرة أو كذا أو كذا، أو التليفون عم يرن وكذا، فأبونا بلطف إنه أخوانا إحنا جايين هون بيت الله، بدنا خشوع، بدنا طمأنينة، بدنا سكينة. إيه نعم، 40 البيوت بالضجة، من عبد الله عز وجل الحمد لله مستجيب الناس، ويعني الأمور ماشية الأمور ماشية. طب أنا أسف سيدي، بس سؤال على السريع مشان موضوع الأضحية، لأني حيكون الدرس القادم حيكون جمعة، هل يجزئ الأرملة بالأضحية عنا وعن أولاده وعن زوجها المتوفي؟ نحن نقول متوفى. هو على كل حال يعني قضية الأضحية عن المتوفى مختلف عليها، لكن هو أنا ذكرت اليوم بعد صلاة الجمعة الحمد لله للإخوة عندنا أنه الذبيحة الواحدة الشاة تجزئ عن الأب، يعني واحد يعني عنه أنا أهل بيته عنه وعن زوجته وأولاده، إذا كان أمه وأبوه تحت كفالته المالية أيضا تجزئ عنهم. أما إذا كان أمه وأبوه قاعدين أوفرسيز وهو حب يضحي عنهم بده شاه تانية، هو ما بينفق عليهم، له سنة لأضحية علي الله زي خير يا ابني يضحي عنهم إذا كانوا قادرين، لكن إذا كانوا عايشين عنده فالأضحية واحدة بتكفي. الآن البقرة والجمل أو الناقة تجزئ عن سبعة، يعني سبع أسر إذا اشتركوا. أين والمتوفين ما ذكرتون؟ المتوفى فيه اختلاف إنه هل أنا علي أن أضحي عن المتوفى أم لا، يعني خاصة الأحناف ما عندهم إنه خلاص متوفي انتهى عمله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلا يصلى عليه، لا يصلي يعني أحد على أحد، ولا يصوم منا حد، هذا حديث يصوم أحد على أحد عند الحنابلة، لا حتى أنه يصوم على الميت و
يضحوا عنه، الأمر خلافي، الأمر خلافي، لكن يعني الأصل والله أعلم أنه أنت ما واجب عليك الضحية عن الأموات. خلي الناس تضحي على الأحياء يا أخي، خلينا على الأحياء هلأ، ولا تنسى في ناس ما عندك فلوس كتير، نقول له أخي ضحي عنك عنك أهل بيتك، الله يعطيك ألف عافية، والميت راح لرحمة ربه ويكون ضحى عن حاله، ما هيك؟ خلاص نعم، take it easy. حد عنده سؤال يا شباب قبل ما نختم؟ معلش في سؤال لو سمحت. فضلت الشيخ أنت عم تقول يوم القيامة بيكون في يعني لا يسأل أحد عن أحد. طيب هو المؤمن حسب ما فهمنا أنه إذا كان ناجح في الامتحان فقبره بيكون روضة من رياض الجنة وعنده مثل نافذة إلى الجنة. فيعني هو إذا هو مبشر أنه حيكون على الجنة، فليش وقت يصير وقت الحساب بيكون مرعوب وخائف؟ لذلك ليش الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الموقف أخي، الموقف تدنو الشمس برؤوس الخلائق ويغرق الناس كلهم بحسب ذنوبهم وهم يستنوا حساب. وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، في يوم كان مقدور 50,000 سنة. شو شفاعة كبرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقط يسأل الله عز وجل لبدء الحساب. هذا وارد في الحديث أنه في موقف كرب لكان في هول هول يوم القيامة. لكن طبعا المؤمن لا يغرق في عرقه ويكون مرتاح ويظنه الله. حديث صحيحة اللي دائما يرى المسجد وقلبه معلق مسجد، هذا الشمس تأذيه يوم القيامة؟ لا ما بتأذيه، وبشارة اللي قلبه معلق 7 ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إيش الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ولا تعلم شماله وتنفق يمينه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا لحاله ففاضت عيناه بكي. فكل هذول الله بيظلهم طبعا، في خواص في خواص، لكن عموما يعني موقف عصيب، موقف عصيب. اللهم اقينا عذابك يوم تبعث، اشوف يوم تبعث عبادك. بس ثواب يعني مثلا واحد اضحيه مثلا يزد مثلا الوالد اذا واحد يعني مو طبعا ما هو اضحيه عنه بس الثواب يعني صدقه على روحي. لا صدقه اي صح صدقه صح. بكل شعرة صدقه، هذا حديث صحيح. الأضحية بكل شعرة حسنة، كل شعرة من شعار الخروف أو الماعز أو الجمل حسنة. شوف قديش في شعر. نعم تفضل شيخ وفاء بالدعاء لنخلص وقت إن شاء الله. جزاك الله خير. يا رب الله افتح علينا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تنسينا ذكرك ولا تأمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا تبيعنا نشقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين والعزيمة في الأمر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن. اللهم حسن نياتنا وأعلي مقاصدنا وبدل اللهم عسرنا يسرا وهمنا فرجا. اللهم اختم الصالحات أعمالنا. اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم من علمنا ومن أدبنا وجميع أرباب الحقوق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام.